أثرية. أيوة اللي بتخبط أنا جاي أهو. طيب دي ما بقتش عيشة ولا بقى بيت، دي وكالة. ايه يا بنت مالك يا بنت بتتنفضي كده ليه؟ ده ايه النكد؟ ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليكي تتنفضي؟ راشد قتل حسن يا فتو. لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده، هو ايش جاب دل ده؟ ده الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت. ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلته ليه يا راشد؟ قتلته لحسن ليه يا راشد؟ عشان تجوزني. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه والله. ايوه انا يا اخويا مش فاهم حاجه. طب استنى نشوف الكلام اوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل حسن. ايه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ انا مش عارف. انا ما اعرفش هو ايه. هو رمي بلا ده. انا ما اعرفش، انا اول مره اشوفه. ده انا اوديك في 60 ده. الخاتم ده قتلته ليه؟ حرام عليك. عمل لك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك. يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. قلت لك من سرعه هتعرف. سيب البنت هتموت. عارف انت سكرانه ولا ايه؟ سيبني ما اعرف ايه يا فتوح. هو انتوا اتفقتوا عليه؟ هو انتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟ حرام عليك. عملتي فيا كده؟ انا بعملتي حرام عليك. عملتي فيا كده؟ انا بعلم عليكي. هو ايه؟ هات الخاتم ده. انا هوديك في 60 ده. 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 الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص مالها ودابت. زمانها دلوقتي بتبلغ البوليس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخويا. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البنت مش متاكده من حاجه. واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا، ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش. ما حصلش. لا. ولو قالت اي حاجة هقولها لا غلط. لا 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 لا. هي دلوقتي متأكدة ان انا اللي قتلت الواد. مالي معدي هنا؟ انا عيب واختص واشوفها راحت فين. عندك. هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخلة والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجة. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصة كلها على بعضها متلخبطة. لا مش متلخبطة، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتوم احنا لازم نختفي من هنا. سالي ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. مالك مدام؟ فين هي؟ فوق. مالك يا سالي في ايه؟ دايما اقول لها انا عايزاه. ايه ده؟ انت عامله كده ليه يا عسلية؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسلية؟ ايه ده في ايه يا سالي؟ انا جيت لك عشان ما اديش بالك. ايه بس يا حبيبتي؟ في ايه؟ اهدي اهدي. كلمتي هنا ما حدش يقدر يمسك.
يا الهام اعملي ليمون بسرعة. يا سوق بعد إذنك أصل مش هينفع تقعد هنا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بليز اسمعيني، دي متجوزة واحد تاجر مخدرات، ممكن تبقى عاملة جريمة ولا كارثة وجاية تستخبى عندنا، نوين هي تقعد عندنا. أنا والله العظيم ما كنت أعرف راشد اللي أنا متجوزة. أنا ملناش علاقة بيكي ولا بالراجل اللي أنت متجوزاه. In 5 minutes you have to leave. فاهمة ولا لأ؟ بعد إذنك يا احتاجتي اي حاجه كلميني. Sorry Sally, he's my son. انت اللي عملت في نفسك كده. فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقول لي انك عايز تقتل الواد؟ انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. انت اتخبلت في نافوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفينا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكوا لي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا عليا. ولا حاجة والنبي يا أخي. خناقة مع عيل على شغل وفلوس وكده. وطلع الواد ده مسجل خاطئ. قمت أنا قلت له لأ نسيب الحارة ونروح عند غنوة نكن 3 أيام كده عقبال ما الأمور تتحسن يعني. وماله يا فتون؟ ما هو ده بيتك يا حبيبتي. وافهمي بقى إن من النهاردة دي شقتك وأنا اللي ضيفة عندك. شايف ولاد الأصول؟ شايف الجدعانة؟ الله، طب وبقيت رابطة المعلم فين؟ فين عسلية؟ طفشت. يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوليه طفشت ايه؟ لا عسلية كويسة ما فيش حاجة، مشكلة بس حصلت بيني وبينها وهتتحل. بقول لكم ايه؟ أنا مش قادر ألف لفة لنفسكم. أنا هنزل أشم شوية هوا، سلام. أوعى تروح الحارة. فتون. نعم. قولي لي كده بقى وهاتي من الاخر، ايه حكاية عسلية؟ أنا هلف سجارة كاملة لنفسي وأشربها كلها وبعدين أشوف أحكيلك ولا ما أحكيلكيش. محدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. انت عسلية حاجة كبيرة قوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما اتمنيت من ربنا حاجة